السلام عليكم. هنكمل هلا ان شاء الله على محاضرة الموليكولر التكنيكس. في الجزء الثاني رح نركز اكثر على دور الانزيمز. هلا الانزيمز ضرورية حتى بالريكومبيننت دي ان اي تكنولوجي، لما حكينا على الريستريكشن اندونوكليسز وانزيمز ثانية. لكن هون يمكن بالثلاث محاضرات الجاي رح نركز اكثر على دور الانزيمز وبالخصوص الدي ان اي بوليميريز. نبلش. طبعا المين ريسورس دائما هو المحاضرة، وممكن ترجعوا لكتاب كوبر Molecular Biology of the Cell، أو إيش The Cell A Molecular Approach. طيب so what is DNA sequencing؟ DNA sequencing هو basically إنه إحنا نعرف ايش هو ترتيب النوكليوتايدز بالجينوم، مثلا بالدي ان اي تبع الهيومنز، انه نعرف انه على كروموزوم 1 في موقع معين عندنا A, G, C, T, T, A, C الى اخره يعني، اوكي؟ نعرف الشيفره هاي. اذا عرفنا احنا هاي الشيفره وهذا الترتيب، فهذا راح يساعدنا انه نعرف اذا في هذا المكان على الكروموزوم عندنا جين ولا لا. طيب اذا عرفنا احنا انه وين هو بدايه الجين، احنا كمان ممكن انه نحدد ايش هو البروتين، او على الاقل ايش هي الشفره تبعت البروتين، لانه ممكن نحول الكودونز الى امينو اسيدز. طيب اذا عرفنا احنا الامينو اسيدز وايش هي ترتيبها لاي بروتين، ممكن نعمل بريدكشن للبروتين ستراكشر. هذا البروتين ستراكشر طبعا راح يساعدنا باشياء كثير. ممكن انه احنا نعمل دراج لهذا البروتين، ممكن انه احنا بناء على الاستراكشر نعرف ايش هي الاماكن المهمه بالنسبه لهذا البروتين، كيف بصير في موديفيكيشن للبروتين. ممكن نحدد طبعا البروتين فانكشن، او يعني نعمل بريدكشن للبروتين فانكشن، ونعرف كيف ممكن انه احنا الاكسبيرمنتس اللي لازم انه نعملها عشان نتاكد انه بالفعل هذا هو البروتين ستراكشر، وكيف بصير له regulation. طبعا اذا عرفنا كمان ايش هو السيكونس تبعت الدي ان اي في مكان معين، بنعرف اذا صار في ميوتيشن ولا لا. اذا حددنا الميوتيشن اجين ممكن نشوف البروتين وكيف بتغير الاستراكشر تبعه، وكيف بتغير الفانكشن تبعه يعني، اوكي، وكيف يصير في انهيرتنس. يعني رح نتكلم على مستوى الجينيتكس والانهيرتنس اللي هي الوراثه، بالإضافة إنه ممكن إنه نشوف الاختلافات بين الأفراد سواء كانوا أصحاء أو كانوا مرضى. طيب ممكن حتى على مستوى الإيفولوشن، أو على مستوى، بلاش نحكي إيفولوشن، نحكي على مستوى الهيومن مايجريشن، أوكي، نعرف إنه والله هذا أصله أفريقي، هذا أصله عربي، هذا أصله برازيلي، أوكي، إلى آخره. ممكن نعمل prediction as well لل disease susceptibility والtreatment efficiency as well. طيب ف يعني المجال محدود، سوري، المجال غير محدود اذا احنا عرفنا ايش هو الدي ان اي سيكونس. طيب الدي ان اي سيكونسينج تاريخيا يعني بشكل سريع، طبعا بدا بالفيروسز وبعدين البروكاريوتس، لانه الجينوم تبعهم سهل. بالنسبه للهيومنز عملوا الميتوكوندريال دي ان اي وحددوا ايش السيكونس تبع الميتوكوندريال دي ان اي، وبعدين راحوا على الاورجانيزمز اللي هي اكثر تعقيدا، زي باليست اللي خصوصا بالساكرومايسيس سيرفيسي، هذه اشهر ييست تستخدم في المختبرات. راحوا على الورم، الدودة. الدودة هاي ساعدتنا كتير في انه نفهم الـ process of apoptosis اللي هو cell death. ليش؟ لانه خلال الـ life development تبعتها هي بتبدأ بـ 1099 خلية. تخيلوا حتى ساينتست عدوهم 1099 خلية، وبعدين بصير في apoptosis cell death programmed cell death مبرمج، اوكي، بحيث انه تنتهي بتقريبا 950 خليه. احنا عارفين كل خليه ايش بتعمل وايش بتسوي. طيب فالبروسس تبع الابوبتوسس هذا لما تم فهمه هي نفس الميكانيزم موجوده بالخلايا الانسانيه.
بدأ Human Genome Project 1990 وكان إشي عظيم جدا. لما هو بلش كان بده يكلف 15 ديش 3 بليون دولار، مشترك فيه تقريبا 7 دول، طبعا الليدر أمريكا. خلص بال 2006 خلينا نحكي، هو بس الإعلان تبعه كان قبل هيك. آخر تاريخ أنا قرأته هو 2003 وسمعت 2004، لكن دائما كان في شوية تعديلات وتحديثات على الـ Human Genome Project. هذا الـ Human Genome Project عمل ثورة علمية بمجال الـ Molecular Biology، في مجال الـ Medicine، في كل المجالات اللي أنتم ممكن أنه تتخيلوها. طبعا تنسوش التكنولوجي، لأنه المشروع بدأ بطيء وكلف 3 بليون انه احنا نحدد الـ sequence of the DNA of the human DNA. واشتركوا فيه هم 3 اشخاص، من ضمنهم واتسون، جيمس واتسون، اللي حدد الـ DNA structure بال 1953 واخذ النوبل برايز على الاكتشاف تبعه. طيب، فلكن هلا ممكن نعمل الهيومن جينوم سيكونسينج للهيومن جينوم بأقل من $1000، واستنى شوي أكم من سنة راح يكون يدوب $100 وبتعرف السيكونس مع الدي ان اي تبعك. فنتكلم على تطور مهول بالتكنولوجي اللي صارت في الدي ان اي سيكونسينج. بشكل سريع جدا، وهذه السلايد نوت فور ميمورايزيشن، بس عشان تشوفوا يعني شوية numbers واختلافات بين different organisms. فالهيومن فيه 3 billion nucleotides، والبروجكت Human Genome Project كلف 3 billion dollars. فاحنا عم نتكلم على الدولار لكل نوكليوتايد انه احنا نعرفها. عدد الجينز حاليا هو actually اقل من 20,000. كانوا مفكرين لما بدوا ب 1990 انه الهيومن جينوم فيه 100,000 جين. هذا هو كان البريدكشن تبعهم بناء على الكومبلكسيتي، تعقيد الجسم تبعنا والخلايا تبعتنا. لكن سنه بعد سنه ظل النمبر يظل يقل 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 من 100,000 ل 50,000 ل 30,000 25، وعلى استحياء كانوا يقولوا 25، لانه الفرق بينه وبين الفار really nothing. يعني actually حتى الفار صار اقل من هيك، برضه تقريبا 20,000 جين. بينه وبين الدبانه فروت فلاي، ذبابه الفاكهه اللي مستخدمه كثير في المختبرات، برضه مو شيء عظيم. تخيلوا بينه وبين الدوده ولا شيء. طيب، طب ليه هالقد عدد الجينز قليله؟ وفي حين انه الجسم تبعنا والسيستم تبعنا very complex، لانه في levels of complexity موجوده بالخلايا تبعتنا، موجوده بالجينوم تبعنا، من ضمنها alternative splicing، ال DNA modification اللي حكينا عنه في محاضرات المولكيولر بيولوجي، ال epigenetics اللي هو DNA methylation وacetylation. هذه الاشياء شوي شوي عمالهم يعني بيكتشفوها. في شغلة تانية، ما يعني إشي عمل إشي مش طبيعي الاكتشاف هذا. كانوا دائما يفكروا إنه عدد الجينز أو الجين البروتين كودينج جينز عندنا هو معدله تقريبا 2% من الجينوم تبعنا، وبقية الجينوم اللي هو 98% كانوا بيحكوا عنه انه جنك دي ان اي. انا عمري ما يعني زباله، عمري ما حبيت هذا التيرم. اللي اكتشفوا بعد هيك اكشلي انه مش 2% من الهيومن جينوم بيصير له ترانسكريبشن، يعني ار ان اي سينثيسيس، وبعدين بتحول لبروتين. اكشلي تقريبا 70 الى 80% من الهيومن جينوم جيتس ترانسكرايبد. تخيلوا، كانوا فاكرين 2% بس، هلا بيحكوا لها 70 80%. واذا لهلا احنا ما خلصنا ال 2% هدول نعرف ايش بيعملوا، فما بالكم انه كيف بدنا نعرف ال 70 80% بالهيومن جينوم، ايش راح يصير عندنا هون؟ فعلشان هيك انا دائما بحكي انه the future هو بالبايو انفورماتكس، بالبريدكشن. طبعا artificial intelligence والبيج داتا اللي دخلنا العصر هذا اللي احنا الجديد اللي احنا دخلنا فيه.
فاحنا مقبلين على شيء، يعني الله يعلم احنا وين رايحين، لكن I can tell you, assure you, انه it's very 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 exciting. هلا طبعا التبعات على الميديسن شيء رهيب جدا. طب هدول ال 70 80% ايش بيسووا؟ عبارة عن ار ان اي. طب وهذا ال ار ان اي له فانكشن زي المايكرو ار ان اي اللي حكينا عنه برضه في محاضرة الموليكولر بيولوجي، لكن اتضح انه في انواع مختلفة وكتير من ال ار ان اي بسموهم collectively كمجموعة non coding ار ان اي. ماشي؟ طيب فنكمل اليس 6000، البكتيريا بالايكولاي مثلا 3000، فبناء على هاي النمبرز قالوا انه الهيومن جينوم 100000 جين ايرلي اون. ما علينا، طب نكمل. فهذا بس هيك مجرد سبايسز للمحاضره. اجين هذه الماملز من ضمنهم الهيومنز، بالنسبة لعدد النوكليوتيدز الموجودة بالجينوم، لاحظوا الفاريشن بالprimitive creatures organisms زي البروتوزوانز مثلا، الفاريشن بالنمبر اوف نوكليوتيدز كتير كبير، الاميبا عند هون، اليس انا متكلم عن هون، البلانتس are very 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 complex by the way. It's amazing. Anyhow. طيب نتكلم على الدي ان اي سيكونسنج وكيف بصير الدي ان اي سيكونسنج. هلا ما راح نتكلم الايرلي دي ان اي سيكونسنج ميثودز اللي المشهوره اللي بنستخدمها، ما زلنا احنا في المختبرات بس ما راح اركز عليها في المحاضره، لكن اللي راح اتكلم عنه كمان شوي بالفولوينج سلايدز اكشلي بيعتمد على هذا الدي ان اي سيكونسنج ميثود اللي اسمها سانجر، على اسم الساينتست اللي اكتشف الطريقه سانجر دي ان اي سيكونسنج. لكن راح نتكلم، لكن هذا الدي ان اي سيكونسنج هون بيعتمد على استخدام النوكليوتيد اللي اسمه داي ديوكسي ريبو نوكليوسايد تراي فوسفيت. اوكي، داي ديوكسي. هلا بالدي ان اي السبستريت هو ايش؟ ديوكسي. اوكي، بحيث انه هذا ال 3 برايم اذا بتتذكروه، تذكر 5 برايم و 3 برايم، لما بده يصير دي ان اي سينثيسيس ايش بصير عندنا هون؟ انه بتيجي النوكليوتايد وبتربط على ال 3 برايم اند، على كربون، على الهيدروكسيل جروب اوف كربون نمبر 3، مش هيك؟ فدائما الرياكشن بيصير على ال 3 برايم اند. اوكي، هلا وهذه ديوكسي نمبر 2. هلا الداي ديوكسي ايش عندنا؟ شلنا احنا الهيدروكسيل جروب، مش هيك؟ وبالتالي لما بدها تيجي النوكليوتايد ويجي دي ان اي بولمريز بده يعمل فوسفوداي استر بوند عندنا هون، ما راح يصير رياكشن. ليش؟ لأنه ما في هيدروكسيل جروب، ما في رياكتيف جروب اللي ممكن ال DNA polymerase يحط عليها النوكليوتيد اللي جاي، ال incoming nucleotide. طيب وبالتالي ايش راح يصير بالرياكشن؟ terminates، بوقف خلاص، ما بتحرك بعد هيك، خلص الرياكشن. طب احنا كيف ممكن نستفيد اذا من هذه ال dideoxyribonucleoside؟ خلينا نشوف. هلا هذا الـ process you can read it. اوكي، وهذه كمان you can read it. روح للصورة، الصورة خلينا نشوف. هلا أنا عندي reaction مثلا، فتذكروا الـ DNA polymerase بده دائما primer، فالreaction بيحتوي على التالي. أنا بدي الـ DNA template، يعني إيش الـ DNA؟ الـ DNA strand اللي أنا بدي أعمل لها sequencing، اللي بدي اعرف ايش ترتيب النوكليوتيدز اللي فيها. فعلشان اعمل هذا الرياكشن انا بدي دي ان اي بوليميريز، منيح؟ كتير كويس. هلا الدي ان اي بوليميريز ما بيقدر يشتغل من حاله، هو بحاجه لمساعده. هاي المساعده من وين بتيجي؟ بتيجي من البرايمر، فلازم يكون عندي برايمر. عشان يكون عندي برايمر باي ذا واي لازم اكون عارف شوية معلومات عن الـ DNA strand اللي انا بدي اعمل لها sequencing، فلازم اعرف شوية من هال النوكليوتيدز اللي بها الـ DNA strand عشان اقدر اني استخدم البرايمر. فبستخدم انا برايمر، هلا البرايمر بحطه هون، كويس. هلا عشان اعمل reaction والـ DNA polymerase يشتغل، شو بدي؟ بدي
ديوكسي اي تي بي، ديوكسي جي تي بي، ديوكسي سي تي بي، ديوكسي تي تي بي. ايش هدول؟ هدول هم السبستريتس اللي الدي ان اي بوليميريز رح يستخدمهم عشان يعمل سينثيسز لهاي الستراند. منيح؟ كثير كويس. برضه رح احط بهذا الرياكشن، مثلا عندي توب في هذا الرياكشن، لو انا حطيت داي ديوكسي جي تي بي اوكي ات لو كونسنتريشن، فراح يكون عندي كميه قليله من الداي ديوكسي جي تي بي بالمقارنه مع ديوكسي جي تي بي. كثير كويس. هلا فعندي انا هدول الاثنين. هلا الدي ان اي بوليميريز راح يختار اما هذا او هذا، لكن البروبابيلتي هي اعلى انه يختار الديوكسي جي تي بي. ليش؟ لانه كميته اكثر، ففي احتماليه اكبر انه هو يستخدم الديوكسي جي تي بي بالمقارنه مع الداي ديوكسي جي تي بي. طيب لو حط الديوكسي جي تي بي على الدي ان اي شو بصير بالرياكشن؟ راح يضل مكمل لانه this is the normal substrate. طيب لو اجى الدي ان اي بوليميريز انخدع وحط الداي ديوكسي جي تي بي، ايش راح يصير؟ الرياكشن would terminate، راح يوقف. نيجي هون، اجى الدي ان اي بوليميريز شاف السي بده يحط جي، او اكشلي شاف التي اول حط اي، لانه بالرياكشن ما في الا اي وحده. كويس، شاف السي شو بده يحط؟ اها بده يحط جي، اما انه يحط ديوكسي جي تي بي وهذه الاحتماليه الكبيره لانه كميته اكبر، او يحط داي ديوكسي جي تي بي. طب لو حط داي ديوكسي جي تي بي ايش راح يصير بالرياكشن؟ حيوقف هون. ماشي؟ هلا اذا حط ديوكسي جي تي بي راح يكمل. هلا ريمبر، دائما انا بركز على هاي النقطه، انا بالرياكشن عندي كميه مهوله من الدي ان اي ستراند اللي انا بدي اعملها سينثيسيس، عندي كميه مهوله من البرايمر، عندي كميه مهوله من الدي ان اي بوليميريز، عندي كميه كبيره من السبستريتس زائد الداي ديوكسي سبستريت. طيب بمعنى خلينا نحكي انه انا عندي 100 دي ان اي ستراندز، 90 منهم حطينا ديوكسي جي وعشرة منهم حطينا داي ديوكسي جي، فعشرة منهم ايش راح يصير فيهم؟ راح يوقفوا، الرياكشن راح يوقف. ولو حطينا ديوكسي جي بهالتسعين راح يكمل الرياكشن، فهدول التسعين ايش راح يصير فيهم؟ راح يكملوا. فاي بنحط تي، اي بنحط تي، طبعا ديوكسي تي جي سي، اي تي اي تي سي. اها هون ايش بدنا نعمل؟ هون راح نحط إما ديوكسي جي أو داي ديوكسي جي. الاحتمالية الأكبر نحط ديوكسي جي، معناته عندي 80 من هدول المية اللي بدينا فيهم أول راح ينحط ديوكسي جي، و10 راح ينحط داي ديوكسي جي، فهي كمان 10 وقفوهم. فأنا عندي ستراند وقفتهم، ستراندز 10 وقفوهم، وعندي 10 ستراندز وقفوهم كمان. منيح؟ كويس. هلا نيجي نكمل 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 نكمل، جينا على ثالث واحد نفس الشيء، 10 راح يوقفوا و10 والبقيه 70 راح يكملوا، فانا عندي 10 وقفوهم و10 وقفوهم و10 وقفوهم. منيح، فانا عندي كميه من الدي ان اي سترانز دائما باي رياكشن، فعندي هدول هاي البرودكتس اللي طلعت معي. كثير كويس. هلا فانا بالرياكشن اللي حطيت هي داي ديوكسي جي، فعندي اطوال مختلفه. هلا لما امشيهم انا بجل الكتروفوريسيس من فوق لتحت راح يصير سيبريشن لهالدي ان اي سترانز بناء على ايش؟ على الاطوال. كتير كويس، بناء على الاطوال. فكل ما كان طوله اصغر كل مكان اسرع، فراح يمشي بشكل سريع لتحت. فانا عندي 4 رياكشنز، مثلا عندي 4 رياكشنز،
كلياتهم فيهم نفس الاشي، عندنا ال DNA strand اللي انا بدي اعمل لها synthesis، عندي انا ال primer، عندي substrates، وعندي ال DNA polymerase زائد واحد من هدول دايديوكسي A، دايديوكسي T، دايديوكسي C، دايديوكسي G، وبالتالي رح تطلع عندي اطوال مختلفة. اوكي كتير كويس. فمثلا نيجي هون، هلا انا عندي الرياكشن اللي فيه دايديوكسي A ممكن يوقف هون صحيح على اول تي، وممكن يكمل يوقف على التي الثانية، وممكن يكمل يوقف على التي الثالثة and so on. فانا راح تطلع عندي ثلاث اطوال، واحد منهم فيه بس 1 نوكليوتايد. نيجي على هذا الرياكشن اللي فيه دايديوكسي تي، راح ممكن يوقف على هون على هذه الاي او هذه الاي ماشي and so on. فراح تطلع عندي انا برضو اطوال مختلفة من ال DNA strand او هون طبعا. هلا فهلا ايش صار عندي؟ عندي اطوال مختلفة. هلا الفرق بين هذه وهاي قديش؟ just one nucleotide. This is longer by one nucleotide. كتير كويس، معناته انه هذه راح تمشي ابطأ بالمقارنة مع هاي. نيجي على هذه اللي فيها ثلاثة، هاي راح تمشي أبطأ من هاي and so on. فهذه اللي راح تمشي أسرع واحدة اللي هي هاي اللي موجودة عندي هون. فأنا إذا بدي أعرف إيش هي الـ sequence تبعت الـ DNA strand الجديدة اللي هي هاي اللي عملناها synthesis من هون، راح أبدأ القراءة من تحت لأنه هون راح يكون أسرع واحدة. فبشوف الرياكشن، بعرف انه هذا الرياكشن اللي فيه دايديوكسي A، فانا بعرف انه هون اي ستراند موجوده هون انتهت ب A، وبعرف هاي الستراند هي اللي انتهت ب T and so on. فنيجي هيك نشوف، راح اقرا السيكونس تبعت الدي ان اي ستراند اللي انا عملت لها سينثيسيس A T G اوكي T C الى اخره A. فانا عمالي ببدا بقرا الدين ستراند من تحت الى فوق. هلا ركزوا على الشغله، دائما الدين سينثيسيس بيمشي من وين لوين؟ من ال5 برايم لل3 برايم. فبعرف انه هذه الاي هي اللي اقرب الى ال5 برايم اند، فانا عمالي بقرا بهذا الاتجاه. فانا مش بس بعرف ايش هي ترتيب النوكليوتايدز، انا كمان بعرف من وين لازم اني ابلش. فراح ابلش دائما من ال5 برايم اند. فايش هياته عندي هون؟ ايش؟ A T G T C الى اخره. طيب كتير كويس. هلا باي ذا واي كميه هاي الستراندز هي بشكل عام يعني صغيره، فلما اعمل انا هذا الرياكشن اللي عندي هون واعمل هاي الاكسبيرمنت لازم انه يكون الدي ان اي ليبلد بحيث انه يطلع سيجنال. متذكرين ايش يعني ليبلد؟ انه يكون يطلع سيجنال. هاي السيجنال لما اعمل انا هذا الرياكشن حكون راديو اكتيفيتي، وعاده هو اكشلي البرايمر اللي انا استخدمته هذا ليبلد برايمر هو راح يكون راديو اكتيف بحيث انه كل هذول يطلعوا لي سيجنال. لكن راديو اكتيفيتي مش كتير فريندلي صح؟ لانه ممكن تعمل ميوتيشنز عندنا بالدي ان اي للناس اللي بدهم يشتغلوا في المختبرات، فلابد من طريقة أسلم من هيك. هلا بنحكي على هاي الطريقة. فأنا عندي مرة تانية هذه هي الـ مثلا الليبل برايمر، وبعدين راح يصير في دي ان اي سينثيسيس. فهي الاوردر ببدأ أنا دائما القراءة من تحت، طيب من الـ 5 برايم اند لل 3 برايم اند. فببدأ مثلا هون هذا دي ان اي تاني تي جي C G G G etc. بضلني أقرأ من تحت إلى فوق. هلا يعني هذه just to let you know إنه أنا ممكن أعرف ال sequence تبعت ال complementary strand الثانية. طيب اللي راح تكون قراءتها بالعكس لأنه anti parallel DNA. فراح تبدأ ممكن إحنا نقرأ من فوق إلى تحت.
اوكي، فلاحظوا انه انا بعمل فليبنج لكل شيء، الاي بحولها لتي، التي بحولها لاي، السي بحولها لجي. طبعا هذا هايبوثيتيكال، هي الاكسبيرمنت تبعتي هون. طيب فهذه عباره عن هايبوثيتيكال، فهذه الكومبلمنتري ستراند من 5 برايم الى 3 برايم لانه هو انتي بارلل. طيب فانا اذا عندي هاي الاكسبيرمنت، انه انا مثلا عندي أخذت human genome DNA من شخص وبدأت إني أعمل أنا sequencing. هلأ usually إذا طلعنا على السلايد اللي قبل، أنا عندي ال strand sorry ال band موجودة عندي هون، فبعرف إنه هون أنا عندي A. لكن هذا الشخص لما أنا عملت له sequencing طلع عندي band هون وband هون. طب ليه طلعت عندي تنتين؟ شيء غريب. وعلى نفس الليفل معناته نفس الطول، معناته على نفس الدي ان اي انا عندي تنتين، عندي اي وتي على نفس المكان. اتس بازلينج. لا مو هيك. هلا قبل ما نجاوب على هذا خلينا نطلع على هذه. انا المفروض يكون عندي الباند، اذا طلعت على السلايد اللي قبل المفروض يكون عندي هون، لكن بينت هون. طب ايش صار عندي؟ يعني ليه اختلفت الباند بدل ما تكون هون صارت هون؟ طب ليه عندي هون على نفس المكان انا عندي التو باندز اللي موجودين هون؟ هلا اذا انت جاوبت على هذا السؤال فانت بطل ميديسن ودنتستري وروح مولكيولر بيولوجي. The reason is that انا عندي ايش؟ انه الهيومن جينوم الهيومن سيل از ديبلويد شيك، فانا عندي 2 دي ان اي ستراندز، واحد من ماما والثاني من بابا شيك، والتشابه بيناتهم عالي جدا 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 صحيح. وبالتالي اذا انا عندي برايمر راح يقعد على الكروموزوم الاول، حيقعد على الكروموزوم الثاني تبع ماما وتبع بابا، وراح الدي ان اي بوليمرز يعمل سيكونسينج والتشابه بيناتهم عالي. فاذا انا عندي اي بالدي ان اي الاول، عندي اي بالدي ان اي الثاني، وعندي اوكي. فعشان هيك ايش بين عندي؟ نفس الباند وحده موجوده بكل الرياكشن. لكن راح نيجي على مكان انا عندي الدي ان اي هون بهذا المكان هيتروزايجس، يعني على الدي ان اي تبع بابا انا عندي A، وعلى الدي ان اي تبع ماما عندي T. الدي ان اي بوليميريز راح يحط الكومبلمنتري نوكليوتايد هون وهون منيح، وهدول حيكونوا نفس الطول. فهي البرودكت ايش راح يبين عندي؟ راح يبين عندي لما اعمل له انا الكتروفوريسز راح يبين على نفس الليفل لانه نفس الطول، الا انه واحد اجى من الكروموسوم الاول والثاني اجى من الكروموسوم الثاني. طب ليش طلع انا عندي هيك؟ لانه the DNA of this person is at this particular position، بهذا المكان هو heterozygous. اذا بينت عندي one band هون معناته انه هذا الشخص homozygous. طيب منيح، فحكينا انه هيتروزايجس. طب جينا على واحد مثلا عنده مريض، عنده مرض معين. انا متوقع نورمالي انه لازم الباند تكون هون. طيب بينت على الجهه الثانيه، على التوب الثاني. طيب ايش معناته هذا الكلام؟ معناته انه صار في عندي ميوتيشن على هذا البوزيشن، واحتمال انه هذا الميوتيشن هو اللي سبب المرض. فنورمالي الناس النورمال على هذا البوزيشن مثلا عندهم A، لكن على البوث دي ان اي ستراندز اللي اخذهم من ماما وبابا انا عندي لا، بدل ما يكون A صار T، معناته انه صار عندي هو هوموزايجس، لكن هو عباره عن ميوتيشن. اوكي، هون بنحكي انه الشخص مش بس انه هيتروزايجس، بنحكي اذا كان هذا الميوتيشن او اذا كان هذا التغير له علاقه بمرض بنحكي انه هو كارير. منيح، متذكرين؟ ان شاء الله. طيب هذا هو السانجر دي ان اي سيكونسينج. هلا حكينا انه احنا بنخلي الدي ان اي برايمر او البرايمر بنخليه ليبلد عشان نقدر نشوف الستراندز، لكن حكيت كمان انه الليبلنج از نوت ريلي ذات الراديو اكتيفيتي از نوت سيف.
زائد انه it's time consuming by the way. يعني انا I did this before الدي ان اي سيكونسينج, it's time consuming انه نطلع على الاكس راي ضخمه كبيره ونبدا نقرا الدي ان اي سيكونسينج من تحت الى فوق. Sometimes it's not even accurate, مرات الاكس راي ما بتكون نظيفه كثير عشان الراديو اكتيفيتي. معنينا فقاموا الساينتست حكوا لا لا انا بدي اشي يعني سريع وسيف, فحكوا بدل ما وبدي كمان يكون شوية cheap لأنه أنا عندي 4 reactions, فحكوا أحسن إشي انسوا البرايمر, ما بدنا نعمل labeling للبرايمر وانسوا radioactivity. أنا بدي أستخدم إنه di deoxy nucleotides اللي حستخدمهم كsubstrates يكونوا labeled بفلوريسنت تاجز, رح يعطوني فلوريسنس وكل واحد بطلع لي لون مختلف عن الثاني. هذه هي. فأنا عندي بالرياكشن بنحط كل إشي بنفس التوب, بعناته بحط الستراند التمبليت, بحط البرايمر مش labeled, بحط الانزيم البوليمريز, بحط السبستريتس تبعته النورمال سبستريتس, وبحط الداي ديوكسي برضو بنفس التوب كلياتهم. طبعا كمية السبستريت راح تكون كتير أكتر من كمية الداي ديوكسي نوكليوتايدز. فإذا أجى على الجي راح يحط إيش؟ راح يحط سي, إما يحط داي ديوكسي سي أو يحط ديوكسي سي, والاحتمالية الأكبر إنه يحط ديوكسي سي. طيب فإذا حط ديوكسي سي راح يكمل, إذا حط داي ديوكسي سي راح يوقف. فأنا عندي ستراند وقفت على الداي ديوكسي سي ولونها ايش؟ ازرق. ماشي كتير كويس. اذا جينا على الاي راح يحط اما ديوكسي تي او داي ديوكسي تي, لو حط ديوكسي تي راح يكمل, لو حط داي ديوكسي تي راح يوقف. وايش لونه الدي ان اي اللي طلع معي؟ طلع اصفر. طيب فانا هيك ايش اللي عملته؟ استخدمت اشي سيف, واحد اثنين حطيتهم كلهم بنفس الرياكشن, ثلاثة انا خليت الكمبيوتر هو اللي يقرأ لي الفلورسنس, انا ما راح اشوفه بعيني. اوكي لانه صار اوتوميتد. كويس كتير. فالكمبيوتر اكشلي هي انا عندي sample 1 by the way, انا ما عندي sample مقسم لاربعة, لا لا عندي sample 1 sample 2 الشخص الاول الشخص الثاني الشخص الثالث, وعندي انا detector وليزر وكذا ومربوط مع كمبيوتر. فالكمبيوتر او الجهاز رح يبدا يقرا لي الفلوريسنس واحد ورا الثاني ورح يطلع لي اياهم, يعني هذا شيء يعني artificial طبعا, رح يطلع لي اياهم بشكل peaks. طيب الاطوال انسوا الاطوال لانه it's a matter of probability طبعا انه يعمل synthesis ل detection synthesis الى اخره, لكن المهم انا عندي ايش الكلر اللي طلع عندي هون. فالكمبيوتر نفسه رح يقرا البيك ويحولها الى letter. كويس وسريع. فهيك انا يعني ضربت ثلاث عصافير بحجر. It is cheaper واحد, اثنين safer ثلاثة it's faster لانه automated. هلا راح يطلع عندي انا بيكس. فنورمالي مثلا راح يكون عندي شخص اوكي عنده هالبي قراها سي, بي قراها تي, بي قراها اي اتسترا. هاي السيكونس تبعت الدي ان اي طبعا 5 برايم الى 3 برايم كثير كويس. هلا جينا على مكان معين, ايه طلع عندي 2 بيكس زي ما هو موجود عندي هون. اها لحظه شويه, طب ليه عندي 2 بيكس؟ نفس الشيء اللي انا حكيته قبل هيك, بما انهم على نفس البوزيشن فانا عندي السيل ديبلويد, عندي دي ان اي من بابا دي ان اي من ماما, قرا الاول كانه اي قرا الثاني كانه سي على نفس البوزيشن. فبنحكي انه هذا الشخص هو هيتروزايجس, اذا له علاقه بمرض فبنحكي انه this person is a carrier. طيب اذا كان انا عندي بيك حمراء بيك سوري حمراء وتحولت الى خضراء, ايش بيعني هذا الكلام؟ معناته الشخص is homozygous للإشي اللي انقرأ. هلا اذا له علاقة بالمرض بنحكي انه عنده mutation هو مش carrier. اوكي احتمال and so on.
هل هذه العملية كلياتها actually يعني بتاخذ وقت؟ حتى الفلورسنت بيس دي ان اي سيكونسينج it takes time, a lot of time, و laborious, بتطلب كثير شغل. ف الساينتست عملوا ثورة actually بعملية الدي ان اي سيكونسينج بال 2007 تقريبا. فخلوا الـ DNA sequencing كتير سريع وسموا التكنولوجي Next Generation Sequencing. هلا زائد انه استخدموا الانفورماتكس. العملية برضه هو يعني it was خلينا نحكي invented by a scientist اسمه فينتر, جريج فينتر. وجريج فينتر كان المشروع الهيومن جينوم مشروع حكومي أمريكي, فهو عمل شركة خاصة. طبعا استخدم الداتا الأولية اللي طلعها الهيومن جينوم بروجكت وعمل هاي الشركة, وبحيث إنه يخلي الدي إن إيه سيكونسينج كتير سريع. فقال you know what, أنا that's what I'll do, هاخد أنا الدي إن إيه كلياته و I will chop it off, cut it into smaller fragments, وراح اعمل دي ان اي سيكونسنج لكل هاي الفراجمنتس all at once. ماشي. وبعدين لانه راح يصير في اوفرلاب بهاي السيكونسنج, مثلا شوفوا انه هاي الفراجمنت فيها اوفرلاب مع هاي السيكونس وفي اوفرلاب مع هاي السيكونس, ففي انا عندي continuation, لاحظوا. فايش حكى؟ حكى انا راح اعمل دي ان اي سيكونسنج لكل شيء واخلي الكمبيوتر يركب لي الفراجمنتس على بعض. ماشي. فبهاي الحالة خلى استخدم التكنولوجي الكمبيوتر تكنولوجي الانفورماتكس انه هو يوصل كل هاي الفراجمنتس مع بعض بحيث انه تطلع عندي دي ان اي سيكونس كامل, وجدا جدا العملية سريعة. وهي خلصوا هم الكومبيتيشن, يعني كانت رهيبة اكشلي. هلا التكنولوجيا اللي راح اتكلم عنها هي نيو اكشلي, وبتعتمد على نفس الفكرة تبعت فينتر وسريع. again ناخذ DNA fragment, we cut them off into smaller fragments, وبعدين بنحط adapters, DNA adapters, نعمل synthesis. يعني هدول الادابترز بيشبهوا بعض. اللي رح نعمله بعدين انه بناخذ هدول الدي ان اي وبنحطهم على solid surface, they bind على solid surface. طبعا it's all ايش random, كله random. اللي بنعمله بعدين انه بنستخدم الدي ان اي polymerase عشان نعمل amplification. فعلى نفس البوزيشن انا عندي هون رح يصير في amplification, مش بس انه الدي ان اي بكون single stranded بصير double stranded, لا 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 لا, على نفس اللوكيشن هون, على نفس السبوت هاي اللي موجودة عندي هون راح يكون عندي many DNA fragments نفس الاشي. وهاي الـ DNA fragment راح يكون على هذا البوزيشن كمية برضو كبيرة, كتير منيح. بعدين اللي بنعمله في كل سبوت بتختلف عن الثانية, اوكي, بال DNA fragment بس كلياتهم انه amplified على هاي السبوت. اللي بنعمله بعدين انه بنحط ال DNA polymerase مع ال substrates. هون بنستخدم احنا substrates عادية لكنهم fluorescent. اوكي. ففي شغلتين مهمات بالنسبة لهدول ال substrates. اول اشي انه هدول ال substrates فلوريسنت, وكل واحدة طلع لي فلوريسنت مختلف عن الثاني. فال A الديوكسي A راح يطلع لي فلوريسنت غير عن الثاني, الديوكسي G بيطلع لي فلوريسنت غير عن ال A وال T وال C and so on. كتير كويس, هاي الميزة الأولى. الميزة الثانية بالنسبة ل هذه السبستريتس إنه إذا الـ DNA polymerase حط هذا السبستريت الرياكشن راح يوقف. الجي مثلا راح يوقف, الجي راح يطلع لي سيجنال, الكمبيوتر راح يقراها انه طلع سيجنال, فبعرف انه هون في جي. اوكي. بعدين بصير في رياكشن ثاني انه بصير السبستريت هذا اكتيفيتد, بمعنى انه
بقدر انه الدي ان اي بوليميريز يحط كمان نوكليوتايد. هلا لما يحط هو الجي مبدئيا الرياكشن راح يوقف، بنقرا انه نحط جي وبعدين بصير الجي اكتيفيتد، بيقدر الدي ان اي بوليميريز يحط كمان سبستريت، حط السبستريت الثاني، فيحط السبستريت الجي مثلا، اوكي طلع سيجنال. بعدين اللي راح يصير انه بصير له اكتيفيشن الجي، الدي ان اي بوليميريز راح يقرا النوكليوتايد الثانيه راح يحطها، مثلا عندي A راح يحط الديوكسي تي، بس ما راح يقدر يحط اللي بعديها لحديت ما الديوكسي تي يصير لها اكتيفيشن. فاذا حط الديوكسي تي راح تنقرا، اوكي بطلع فلوريسنس تنقرا، بعدين يصير لها اكتيفيشن، ارجع مره ثانيه حط نمبر 3 and so on، فراح ينقرا واحده واحده. طيب انا عندي هون كميه كبيره من السبوتس، اتس اوكي لانه كلياتهم راح يمشوا مع انه السيكونس مختلفه، كلهم راح يمشوا مره واحده، وفي كاميرا فوق راح تقرا كل سبوت ايش السيكونس اللي طلعتها كلهم at the same time. اوكي تكنولوجي رهيبه وسريعه جدا جدا جدا، احنا خلال يعني 24 ساعه ممكن نعمل سيكونسنج للهيومن جينوم كلياته، بدل ما تاخذنا 15 سنة صارت تاخذنا 24 ساعة. مرة ثانية، فايش انا عندي؟ انا عندي هاي الفلات سيرفيس، حطيت ستراند واحدة هون، اتس اول راندوم، حط ستراند هون وستراند هون وستراند هون وستراند هون. اللي بيصير بعدين انه بدل هاي الستراند الدي ان اي بوليميريز راح يعمل ملتيبل ستراندز على هاي السبوت، وملتيبل ستراندز على هاي السبوت، وملتيبل ستراندز على هاي السبوت، اوكي. وبعدين بنحط النوكليوتايدز وكل ستراند بهاي السبوت راح يصير لها سينثيسيس، وراح تطلع لي سيكونس راح تطلع لي فلوريسنس ات ذا سيم تايم. فهذا السبوت راح تطلع لي مثلا لون احمر، هذه لون اصفر، هذه لون ازرق، هاي لون احمر، اوكي كلهم مع بعض. بعدين بنعمل اكتيفيشن للسبستريت، بيجي الدي ان اي بوليميريز بحط السبستريت الثاني وراح يطلعوا لي نفس كل 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 ستراند بنفس السبوت، راح تطلع لي نفس السيجنال الفلوريسنس لكن الوان مختلفه. فمثلا انا عندي هذول الاربعه، اول مره طلع لي هاي السبوت طلعت لي لون اصفر، فعرفت انها جي، وبنفس الوقت راح تطلع لي سيجنال انه بهاي السبوت زرقاء، بعرف انها سي and so on. لا في كاميرا فوق عمالها بتقرا كل هدول السبوتس all at the same time. راوند نمبر 2 انحطت النوكليوتايد الثانيه، هذه اللي كانت جي طلعت لي سي، فبعرف انه كان انه سيكونس ايش؟ جي بعدين سي، راوند 3 بعدين تي بعدين جي بعدين اي. وهاي الستراند اللي ما كانت موجودة على هاي السبوت طلعت لي سيجنالز مختلفة، لكن كلها بتنقرا at the same time، فعندي C بعدين T بعدين T، فعرفت انا السيكونس تبعت ايش؟ تبعت هاي السبوت وهاي وهاي هاي هاي. انا عندي هون thousands of spots they are all red at the same time. اوكي؟ والكاميرا عملها بتلقط الصور لكلياتهم all at the same time، وبعدين بالبايو انفورماتكس بركبهم على بعض، بشوف الاوفرلاب اللي موجود عندي هون، فبعرف ايش السيكونس تبعت الاولى وبركبها على الثانيه لانه في اوفرلاب بيناتهم، فبعرف السيكونس تبعت كل الدي ان اي اللي موجود عندي بهذا السامبل. سو الاشي اللي عندي انا هون لما at any single point بتطلع لي سيجنال، اتس almost اي يعني انا بحكي انها زي الفاير ووركس، ألعاب نارية مهولة، إشي رهيب all at the same time. وبنحكي على flat surface يدوب حجمها عقلة الأصبع صغيرة، يدوب سنتيمتر واحد بس مربع، ف actually هيك شكلها. اوكي احنا عندنا thousands موجود هون، وهذا يعني جزء بسيط عبارة عن 100 microns، يعني جزء بسيط هذه من ال 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 الشيب اللي أنا بتكلم عنها، يا دوب مش يعني مش 1 سنتيمتر حتى، 100 microns only. اوكي
هون بنعمل فوكسنج على الستراندز. لاحظوا مثلا هون ايش السيكونس اللي طلعت او ايش السيجنالز اللي طلعت, they're all read at the same time, it's almost like fireworks. والكمبيوتر الكاميرا بتقرأ كل شيء وبعدين بتركبهم على بعض. حطيت لكم ان هون فيديو that you can watch فيه details. طيب ما تهتموا بالديتيلز, بس الحكي اللي انا حكيته بس so that you can يعني تتخيلوا ايش اللي عماله بصير عندنا هون. هذا عن طريق اليوتيوب, so you can watch it on YouTube and enjoy. طيب هذه لشركة الومينا. اوكي, هي يعني عملت هاي التكنولوجي اللي هي so far the most efficient technology. Sample preparation begins with extracted and purified DNA. The first step in NextEra sample preparation is tagmentation. During tagmentation, transposons simultaneously fragment and tag the input التفاصيل, DNA with adapters. Once the adapters have been ligated, adapters we do cycle amplification as بحيث انه البرايمر نفس البرايمر راح يركب عليهم كلياتهم. Clustering is a process wherein each fragment molecule is isothermally amplified. The flow cell is a glass slide with lanes. Each lane is a channel coated with a lawn composed of two types of oligos. فهذول كل ستراند يعني راح تنحط راح تتركب على هاي. طيب هلا انسوا التفاصيل, فانا عندي الستراند ركبت على هذا البوزيشن. طيب The double-stranded molecule is denatured and the original template is washed away. The strands are clonally amplified. الآن بنعمل amplification لهي الستراند على هذا السبوت. And the adapter region hybridizes to the second type of oligo on the flow cell. Polymerases generate the complementary strand, forming a double-stranded bridge. Okay. This bridge is denatured, resulting in two single-stranded copies of the molecule that are tethered to the flow cell. The process is then repeated over and over and occurs simultaneously for millions of clusters. فعلى سبوت واحدة أنا عملت amplification لهي الستراند, amplification لهي الستراند, amplification لهي الستراند, كلياتهم بيختلفوا عن بعض. طيب فناخذ واحدة من الستراندز مثلا, واحدة من السبوتس. انسوا التفاصيل اللي هلا صارت. اوكي, حطينا برايمر. لاحظوا حطينا برايمر وبعدين اجى الدي ان اي بوليمريز راح يعمل سينثيسيس. هلا نحط التي انقرا, بيجي الدي ان اي بوليمريز بحط حيقرا تو سيجنالز. اوكي, لاحظوا بانه انه صار في اكتيفيشن, يعني بنحط بطلع فلوريسنس وبنحط اللي بعديه, بصير له اكتيفيشن بنحط اللي بعديه. شوفوا السيجنال عمالة بتطلع مثلا من هاي السبوت اللي احنا مركزين عليها, فكل مره بنحط 1 نوكليوتايد ات ا تايم. شوفوا الفاير وركس اللي بتصير عندنا هون, كل هذا بنقرا ات ذا سيم تايم. طيب والكمبيوتر بجمع الداتا. بعدين in this step, the index 1 read primer is introduced and hybridized to the template. The read is generated similar to the first read. After completion of the index read, the read product is washed off and the 3 prime end of the template is deprotected. The template now نقرأ holds over and binds the second oligo عشان نجمع المعلومات كلها على بعض. Index 2 is read in the same manner. طيب بنفس الطريقة احنا عملنا بنقرأ الستراند الثاني بحيث ان تكون عندنا معلومات على كل سبوت على كل التو ستراندز. هيك بتعطينا more accurate information. برضه انشوا التفاصيل انه هذا اجا وهذا راح, بس الفكرة. As with read 1, the sequencing steps are repeated until the واحد واحد عماله بنحط بنقرا
بنفس الطريقة. The read 2 product is washed away. طيب. This entire process generates billions of reads, representing all the fragments. Sequences from pooled sample libraries are separated وقتها بناخذ information من ال 2 reactions, 2 spots, ال 2 strands, بنحطه على بعض لأنه في overlap, بتركبوا على بعض. Forward and reverse reads are paired, creating contiguous sequences. كله informatics. Contiguous sequences are aligned back to the reference genome for various وإيش بصير بعدين؟ بركبهم على بعض بعطيني السيكونس تبعت الستراند كلياتها. This is the future.